أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقوق الناس، والذي نواصل فيه تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. وفي هذا الأسبوع نتناول المواضيع التالية: منظمة تصدر تقريرا عن أوضاع الفلسطينيين المعتقلين في مصر وفي الأردن، استمرار اعتقال مرشح في الانتخابات البرلمانية السابقة، وفي السعودية وفاة مواطن يمني تحت التعذيب واعتقال كاتب سعودي، وفي لبنان مخاوف من تعرض لبناني للتعذيب سلمته بلغاريا، وفي المغرب وفد حقوقيين أوروبيين يراقب محاكمة أعضاء جماعة العدل والإحسان، وفي اليمن اعتصام أهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة. ونبدأ من بريطانيا، حيث أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية. وقال التقرير إن من بينهم طلابا وعابرين من مصر إلى دول أخرى، أو جرحى جاءوا للاستشفاء، أو من عمال الأنفاق. ولم يحدد التقرير عدد هؤلاء، إلا أنه حصر 39 ممن تمكنت المنظمة من الحصول على معلومات بشأنهم. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد اعتقلت الخميس الماضي المخرج الفلسطيني عبد الله عوض الغول، الطالب في معهد السينما العالي التابع لأكاديمية الفنون بالقاهرة. للتعليق على هذين الموضوعين أرحب بعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ممتاز سليمان، وهو معنا عبر الهاتف من لندن. سيد ممتاز، 39 الذين تمكنتم من الحصول على معلومات بشأنهم، هل لك أن تعطينا شيء من هذه المعلومات بشكل عام عن أسباب اعتقالهم ولماذا يبقون في السجون المصرية؟ أعزائي المشاهدين، بالنسبة للتقرير الذي صدر للمساجين في السجون لدى الحكومة المصرية، منذ يومين نحن أصدرنا هذا التقرير بناء على معلومات وصلتنا من عدة منظمات حقوقية أخرى في الأراضي المصرية، وأيضا من أهالي هؤلاء المساجين في السجون المصرية. الأسباب صدقني أيها الأخ لا أعرف أسباب الحكومة المصرية، إنما هناك مساجين يتعرضون للتعذيب، هناك تدعي الحكومة المصرية هناك متسللون من قطاع غزة قد دخلوا إليها. لم نتأكد من هذه الاتهامات بشكل صحيح، لكن الشيء الملموس بين يدينا هو أن هناك 39، ما استطعنا أن نحصل على معلومات مؤكدة عن وجود 39 مسجون من المواطنين الفلسطينيين لدى السلطات المصرية في السجون، علما أن معظمهم تعرض للتعذيب. طيب، هل 39 الذين حصلتم على معلومات بشأنهم، ألم يكن لهم أيضا لاعتقالهم سياقات قضائية؟ هل هناك تهم محددة من خلال حصلتم عليها من خلال ذويهم، أو حتى من خلال من توكل للدفاع عنهم؟ الحكومة المصرية اعتقلتهم معظمهم لأسباب ليست قضائية، لأسباب هي تدعي أنها أسباب سياسية. يعني هناك من تتهمهم بتهريب للمخدرات، هنا من تتهمهم بأنهم للتجسس. أظن أن هذه الاتهامات هي ليست صحيحة، فهناك محاكم تستطيع أن تحاكم هؤلاء الناس، لكن الاحتفاظ بهؤلاء المساجين في ظروف سيئة ومعاملتهم معاملة قاسية وتعريضهم للتعذيب، علما أن معظمهم قد سافر لأجل العلاج إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة، وليسوا هؤلاء لهم جواسيس، وإذا كانوا جواسيس سوف يتجسسوا على من ولحساب من. هؤلاء مواطنون معظمهم هرب من المجاعة للعمل، أو قسم منهم للعلاج. هؤلاء ليس هناك أي شخص في العالم يظن بأنهم سياسيون. طيب، إذن بالنسبة للتعذيب الذي تحدثت عنه، جزء من هؤلاء سافر للعلاج، جزء من هؤلاء كان من عمال الأنفاق، إذن ما هو لماذا التعذيب هذا في بداية، وما هو شكل التعذيب من خلال المعلومات التي حصلتم عليها؟
المعلومات التي وصلت إلينا تعرضهم لتعذيب شديد، مثلا الكهرباء تعرضهم للصعق بالكهرباء، الشبح، الضرب العنيف، الحرمان من النوم، التعرية الجسدية، يعني بعد وضعهم في زنزانات فردية غير صحية. يعني هناك حالة وفاة بالنسبة للسيد يوسف أبو زهر، هذا توفي تحت تعذيب عندهم، وهو علما أنه كان مريض وكان يتعالج من فشل كلوي حسب ما وصلنا إليه، لكنه رغم ذلك لم يطلق سراحه وتوفي عندهم. هناك الكثير ممن أصيب بعاهات دائمة في أجسادهم. كيف تمكنتم سيد ممتاز من تأكيد المعلومات حول التعذيب الذي تعرض له هؤلاء؟ يعني نحن عندنا اتصالات مع أهالي هؤلاء المساجين ومع منظمات حقوقية أخرى في القاهرة وفي الإسكندرية، في مصر بشكل عام. مثلا نحن نعرف وجود هؤلاء المساجين، يتوزعون بين سجن القنطرة وبرج العرب وسجون أمن الدولة وأبو زعبل والمرج والقناطرة الخيرية، سجن الإسكندرية، سجن بورسعيد. يعني هؤلاء وصلتنا معلومات أكيدة تؤكد رقم 39، لكن هناك العديد ممن لا نعلم عنهم حتى الآن شيء من المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية. طبعا نحن بعثنا برسائل إلى الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى، وإلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا إلى وزارة الخارجية المصرية لمعرفة ظروف طيب سجون هؤلاء والإفراج عنهم. هل وصلكم أي رد من الخارجية المصرية؟ مع الأسف حتى الآن ننتظر رد، لم يوصلنا أي رد، لا من المنظمة، لا من جامعة الدول العربية، ولا من وزارة الخارجية المصرية، ولا حتى من الاتحاد الأوروبي. لم يأتينا رد منهم، علما أننا ما زلنا ننتظر رد. حتى منظمة المؤتمر الإسلامي السيد أكمل الدين حسان أوغلو قد بعثنا له برسالة لكي يساعد هؤلاء المساجين لنا، والأمين العام أيضا بعثنا له رسالة. مع الأسف هناك مواقف يعني ميؤوس منها بالنسبة لهذه المنظمات. طب ذكرت أنت أنه هؤلاء يعني على الغالب أسباب الاعتقال هي أسباب سياسية، ولكن في النظام القضائي المصري هؤلاء المعتقلين، وخاصة أن كثير منهم يعني اعتقالهم الآن أكثر من سنة، من خلال المنظمات الحقوقية المصرية أو حتى من خلال المحامين المصريين، أليست هناك إمكانية قضائية للإفراج عن هؤلاء؟ يعني نحن كمنظمة حقوقية نتوجه إلى الأجهزة الرسمية، مثلا وزارة الخارجية المصرية، مثلا جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، المنظمة الإسلامية، الاتحاد الأوروبي. يعني القانون الطوارئ المطبق في مصر، هذا هو المشكلة، مشكلة قانون الطوارئ. قانون الطوارئ لا يسمح بإيصال هؤلاء الناس إلى القضاء المدني، ولكن قانون الطوارئ يطبق على المصريين، فهل ينسحب أيضا على غير المصريين؟ بالنسبة للحكومة المصرية أظن أنه قانون الطوارئ إلى كل من يدخل في السجون المصري، إن كان مصري أو غير مصري، وخاصة هؤلاء يتمسكون بشيء أو يتحججون بأمن الدولة أو بأمن مصر أو ما شابه، أن رجلا قد دخل من غزة إلى مقطع غزة أو من رام الله أو من اي منطقه اخرى الى الاراضي المصريه يعني بتقارير معظمها تاتي من الاجهزه الامنيه وتقول ان هؤلاء يريدون تخريب اعمال، يقومون باعمال تخريب او اعمال تجسس او تهريب اسلحه او ما شابه ذلك، علما اننا سالنا اكثر من عائله لهؤلاء المساجين، معظمهم اما للعمل او للعلاج. يعني لم نجد حتى في ملفات التي بحثنا عنها حتى لدى السلطة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الأخرى في غزة، لم نجد أن هؤلاء لهم يعني مشاكل أخرى قبل الآن، يعني لم يتورطوا في أي هذه التهم التي وجه لها المخابرات المصرية لهؤلاء مع الأسف. سيد ممتاز، بالنسبة لموضوع المخرج الفلسطيني والطالب أيضا في معهد السينما عبد الله الغول، هل عرفتم لماذا اعتقلته السلطات المصرية أيضا؟ حتى الآن أيضا هم يتهمون السيد الغول بأسباب باتهامات أمنية هي غير واردة أساسا في 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 تقارير القضاء. يعني هم الأجهزة الأمنية تدعي عليه أنه يمارس نشاط
سياسي وبعضهم يقول نشاط تخريبي. يعني هذه الاتهامات اتهامات باطلة. إذا كان لديهم أي أدلة فليحول الشخص هذا وباقي المستنسجين إلى القضاء، والقضاء يبت بهم إذا كانوا فعلا هم لديهم مشاكل سياسية معينة أو لديهم نوايا تخريبية في بلد مثل مصر، فليحولهم إلى القضاء ولا يكتفوا بتعذيبهم وإبقائهم في السجون المنفردة لسنين أو لشهور طويلة. هل تعرض عبد الله الغول للتعذيب؟ نعم، حسب المعلومات اللي توصلتنا تعرض للتعذيب على سيادة المخابرات المصرية. طب ما الذي تتوقعونه؟ هل ينسحب عليه أيضا ما ينسحب على المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية العابرين من قطاع غزة؟ نعم، سوف بالنسبة يعني للمساجين هو لا يوجد فرق بين هذا أو ذاك. الأمن المصري قاسي ويمارس قساوته بشكل وحشي على هؤلاء المساجين، ولا فرق بين إن كان هو طالب جامعة أو كان مريض أو كان طبيب أو كان مخرج، فسوف يتعرض ما تعرض له أيضا الباقي المساجين. ونحن الآن نسعى بشكل حثيث إلى معرفة من أيضا الآخرون الذين يقبعون في السجون المصرية منذ فترات طويلة، يعني نبحث ذلك عن طريق بطرق قنواتنا الخاصة لمعرفة الأسماء الآخرين أيضا. العضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ممتاز سليمان، شكرا جزيلا لك. إلى الأردن، حيث اعتقلت السلطات الأردنية منذ شهر المحامي المعارض طاهر النصار، والذي كان مرشحا للدائرة الرابعة في رصيفة في الأردن في الانتخابات البرلمانية السابقة دون تهمة أو مبرر للتوقيف حسب موكلته. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بنيفين العجارمة موكلة السيد طاهر نصار. سيدة نيفين، دون تهمة أو مبرر، ولكن ما الذي قالته السلطات الأردنية عن استمرار احتجازها لموكلك؟ عليكم. نعم، لأن احتجاز المحامي طاهر نصار سجين الرأي السياسي إلى الآن على ذمة القضية التحقيقية وبجرم إثارة نعرات، وقد قامت محكمة أمن الدولة بتحويل قضيته بعدم الاختصاص منذ 12/12/2010 إلى الآن يعتبر حجز بحريته. وأنا أحمل محكمة أمن الدولة حجز الحرية إلى الآن بدون سبب أو مذكرة توقيف، وهذا مخالف للقانون والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قام بتوقيع عليه جلالة الملك، وكذلك الأعراف الدولية والقوانين والدستور الأردني. طيب، ما هي الحيثيات التي بنت عليها السلطات الأردنية أو الجهات التي احتجزت السيد طاهر نصار واعتقلته على تهمة أو خلفية إثارة النعرات؟ نعم، ان الاستاذ طاهر نصار قد قدم ترشيح لديه الى الانتخابات النيابيه في الاردن للبرلمان 16، وقد قام بطرح بيان انتخابي يتحدث فيه عن المنبت والكفاءه، وتحدث ان في الدول المتقدمه تعتمد الشهاده العلميه اساس في تقلد الوظائف، الا الاردن يعتمد المنبت الاصلي هو أساس في تقلد الوظائف، وهذا مخالف للدستور والقانون. وقد نص الدستور الأردني في المادة السادسة أنه لا يجوز أن الأردنيين متساويين في الحقوق والواجبات وكذلك في الوظيفة وكذلك بالتعليم، فهذا هو قام بتفسير المادة السادسة من الدستور الأردني، إلا أنه لظروف سياسية وحراسات وتصفيات سياسية أصبحت في الأردن تصفية لهذا الشخص لحرق شخصيته السياسية بتحويله بهذا الجرم بجرم إثارة نعرات الذي لم يشتكي أحد منه إلا السلطات الأردنية متمثلة بالسيد مدير إقليم شرطة الوسط، وهو الذي قام بتقديم هذه الشكوى. طيب، بالنسبة لي يعني طاهر نصار الآن، هل هناك معلومات عن متى ستتم المحاكمة؟ هل هناك إمكانية لنقض ذلك القرار؟ نعم، لقد تم تحويل قضيته من محكمة أمن الدولة إلى سعادة مدعي عامر صيفي بجرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر بتاريخ 12/12/2010.
على بهذا الجرم، وهو اصلا لم يشكل جرما، والاصل كان على المحكمه المختصه، على محكمه امن الدوله، ان تحوله بجرم الانتخابات وليس بجرم قانون المطبوعات والنشر، لانه بيانه لا يشكل اي جرم، خاصه وانه قدم خاصه وان هذا البيان ممهور باسمه وتوقيعه. طيب اذا ما الذي تتوقعينه سيده نيفين؟ نحن كانت توجد اليوم بوادر خير، حيث تم تحويل ملف القضيه من مدعي عام امن الدوله الى القضاء العسكري، ومن ثم قام القضاء العسكري بتحويل ملف القضيه الى النيابات العامه، وهو الان موجود في النيابات العامه، الا اننا لقد وصل الملف في حوالي الساعه الثالثه الى ثلث تقريبا، ولم نستطيع اخلاء سبيله من النيابه العامه، الا انه تم اعادنا بانه سوف يتم تكفيره باذن الله في يوم الاحد. طب هل تمكنتم من زيارته؟ نعم تمكنا من زيارته، الا ان كانت هناك ضغوطات في الاول في السابق، كانت ضغوطات من قبل المحامين حيث ان الاستاذ طاهر نصار تم توقيفه بالاغلال، وهذا مخالف للاتفاقيه بين الامن العام، الاتفاقية المنظمة بين الأمن العام وقانون نقابة المحامين الذي لا يجيز تقييد المحامي بالأغلال، وكذلك نحن لا نستطيع الانفراد بالأستاذ طاهر نصار لمناقشة القضية على انفراد، وكل ما نزور الأستاذ طاهر نصار يقومون بوضع أحد الأشخاص من الأمن العام لمراقبة ما سيتحدث به الأستاذ أو ما سنقوم بتحدث معه الأستاذ طاهر نصار. ولكن هل ذلك قانوني يعني ضمن إجراءات السجون الأردنية؟ ليس قانونيا، وهو مخالف لمذكرة التفاهم، ومخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنا أستغرب وأنا أستنكر على هذا على الأردن، أنه قبل 3 أيام قد احتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم يناقض هذه الإعلانات وهذه التصاريح. لا أعرف على حساب من وليه ولا حساب من يتم هذا الانتهاك. موكلة المعتقل الأردني طاهر نصار نيفين العجارمة، كنت معنا من عمان، شكرا لك. ولا نترككم أعزائي المشاهدين مع فاصل لبعض الأخبار الحقوقية. اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية نحو 30 من أنصار حركة حماس واستدعت المئات في محافظات الضفة خلال الأيام القليلة الماضية. امتدت الاعتقالات على خلفية قضية مخيم دمزيك في الصحراء الغربية لتشمل مدينة الطنطان، حيث تعرض الشاب مامين الهاشمي الذي يبلغ 26 سنة للاعتقال. اعتقلت السلطات الكويتية الدكتور عبيد الوسمي أستاذ القانون في جامعة الكويت خلال الأيام الماضية من داخل ديوانية الدكتور جمعان الحربش عضو مجلس الأمة، بعد أن تم ضربه ضربا مبرحا. دعت 25 منظمة حقوقية تونسية وعربية السلطات التونسية الإفراج عن المعتقلين على خلفية قضية الحوض المنجمي وإرجاع المسرحين إلى وظائفهم. نددت منظمات حقوقية سورية ودولية بقرار فرع نقابة المحامين السورية بدمشق منع المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مهند الحسني من مزاولة مهنة المحاماة مدى الحياة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة باقي فقرات حقوق الناس، فابقوا معنا. ننتقل أعزائي المشاهدين إلى السعودية، حيث قال بيان لجمعية حقوق الإنسان السياسية والمدنية في السعودية إن المواطن اليمني سلطان محمد عبدو الدعيس قد لقي حتفه تحت التعذيب في سجن القصيم للمباحث.
وبحسب المعلومات الواردة في البيان، فإن المتوفي اعتقل بتاريخ 27 من أكتوبر من عام 2006 بتهمة الانحراف الفكري، حيث قضى جل المدة في سجن انفرادي، كما أنه تعرض لنوبات مرض نفسي، إلا أن سلطات السجن رفضت إخضاعه للعلاج. في سياق آخر، اعتقلت السلطات السعودية الكاتب الدكتور محمد بن عبد الكريم على خلفية مقال تناول الوضع السياسي في السعودية، فيما تستمر السلطات باحتجاز الطالب ثامر خضر الذي اعتقل في شهر مارس آذار الماضي. للتعليق على هذه المواضيع أرحب بمحمد صالح البجادي، عضو جمعية حقوق الإنسان السياسية والمدنية في السعودية، وهو معنا عبر الهاتف من الرياض. سيد محمد، في البداية، المواطن اليمني سلطان الدعيس الذي توفي تحت التعذيب في سجن القصيم بتهمة الانحراف الفكري، هل لك أن توضح لنا بعض الحيثيات أو التوضيح عن ماهية هذه التهمة؟ أولا شكرا يا عزيزي على الاتصال وعلى مواصلة هذا النهج عند قناة الحوار. أولا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، الآية. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: أو كيف ننصره يا رسول الله ظالما؟ قال: أن تنهى عن ظلمه. ثانيا أكلمك من منطقة القصيم بريدة، ولست من الرياض. أما موضوع السجين المتوفى رحمة الله عليه سلطان محمد عبد الدعيس، جنسية اليماني الجنسية، عمره 32 سنة، قبض عليه في 2006 شهر 10 أكتوبر، ولم يكن هناك تهمة، ولم يكن لديه أي فكرة عن الموضوع. ما كان في صحبته أخيه وسيق إلى السجن، وقالوا له أنه يوم أو يومين، هذا حسب رواية أهله. ثم حقق معه فترة لتجاوز 6 أشهر و8 أشهر بلا اتصال من أهله، واتصال على أهله ولم يسمح لهم بزيارة ولم يعرفوا مكانه. بعد 8 أشهر تقريبا أو 9 بالتحديد اتصل عليه وقال في معتقل الحائر وسمح له بالزيارة. فزاروه، ما في مشكلة، لا أعلم حتى الآن. فزاروا أحد أخوانه الموجود في الرياض يعمل بمهنة بائع، فاستفهم منه الوضع أنه حتى الآن كل يوم يحقق ويعرض على التحقيق ولا يجد أن هناك تهمة محددة. بعد ذلك كما هو المعتاد يوضع في السجن، إما أن يموت، إما أن يفرج عنه بمكرمة، أما يفرج عنه بلا حتى يبدى له أي سبب للاعتقال. وبعد ذلك أمضى في السجن من 2006 حتى 2010 شهر 11، في يوم 23 اتصل هو نفسه المرحوم سلطان على أخيه في الرياض، قال: أرجو أن تزورني يوم الأحد القادم، بمناسبة أنه في زيارة له. فاستعد الأخ وأن يكون يقدم إلى مدينة القصيم، كان سجين في مدينة القصيم، رحل لمدينة القصيم. فإذا به يتفاجئ يوم الربوع، اتصل عليه إدارة السجن الباحث، يقول له: تحضر ضروري، نزلنا أمر مهم. وإذا هو فيها يتفاجئ أن أخوه ميت أو متوفى بلا صح. طب سنأتي على حيثيات وفاته، لكن أعود لسؤالي. أنتم ذكرتم في البيان حسب المعلومات عندكم أنه اللي هو التهمة الانحراف الفكري، من أين أتيتم بهذه المعلومات؟ هذا بعد ما شاهدوا أخوانه، بعد ما راحوا للسجن وأتوا إليهم ونظروا إليه أنه ميت، قالوا: لماذا مات؟ لماذا قتل؟ قالوا: قال: ما هي تهمته؟ حتى الآن نسلم لكم أنه مات ونسلم لكم أنه سجن. طيب ما هي التهمة حتى نعرف، أو يكون هناك سبب نعرف لماذا مات؟ قالوا: أنه عنده انحراف فكري. هذه التهمة التي قيلت لهم في يوم 1/1/12/1410، هذه التهمة التي قلت. يعني لم يأخذوا معلومات مكتوبة أو قرار رسمي قضائي يوضح التهمة التي كان محجوزا فيها، إنما يعني كلام. لم يعرض على، كما وردنا من أهله، حضروا إلي أهلي في المكتب، لم يعرض على محاكم ولم توجه له تهمة بالأصل. لما كان حيا في السجن ويحقق معهم لم توجه له تهمة معينة، هذا حسب رواية أهله. طيب، في البيان كتبتم أيضا أنه قضى جل المدة في سجن انفرادي، ألم يوضح من أهله أو حتى منه هو ما السبب يعني لعزله هذه الفترة الطويلة في سجن انفرادي؟ هكذا وردنا أنه كان يسجن في انفرادي، فلما تسيء حالته ويمرض، أما مرض نفسي أو مرض جسدي، يعرض يخرج إلى السجن الجماعي لفترة محدودة، فإذا استصح جسده أو نفسيته ثم عادوا بالانفرادي. أما السؤال لماذا ومن لماذا، لا تجد إجابة. حتى لو سألت إدارة السجون أو حق المحقين لا تجد إجابة شافية. طب من خلال ذويه هل تم التأكد بأنه فعلا كان يعاني مرض نفسي ما؟ هكذا ونقل لهم، لا، أهله ليسوا بأطباء ولا عندهم، هكذا نقل لهم أن أخوكم مريض نفسي فقط. لا يعني في حياتهم يعرفونه من قبل،
لا لا لا، لم يكن مصابا في مرض في حياته، ما أصيب في مرض إلا بعد دخوله السجن، فطلبوا من إدارة السجن أن يرحل لإحدى المستشفيات في المملكة ويكشف عليه بالطب، فيقولون لدينا مستشفى داخل السجن، نعرضه على مستشفى داخل السجن، هكذا تأتيهم الإجابة. طيب في المعلومات أيضا أن سلطات السجن رفضت إخضاعه للعلاج من خلال أيضا كلامك، هل هناك تأكيدات على ذلك؟ لا، ليس لدينا تأكيدات، أنت تعرف أن إدارة السجن تخضع لسرية تامة، ولكن هكذا الكلام الذي ينقل من أهله، هو كان ينقل لأهله وأهله عن طريقهم ينقلون، لأنه هو يتكلم معه مباشرة إذا زاروه، وأنت تعرف أن أهله زوج، هو متزوج من امرأتين زوجاته في اليمن، يعني لزياراتهم في شق الأنفسهم تأتي، يأتون لزيارته، فلو أخ واحد يعمل في الرياض هو اللي يتواصل معه، والأخبار تأتينا عن طريقهم. طيب، هكذا كنت بدأت أنت في سرد حيثيات الوفاة، يعني بالنسبة لسلطات السجن ما هي الأسباب، غير أنه كان تعرض لنوبات مرض نفسي، ما هي الأسباب المباشرة لوفاته؟ السبب اللي كتبوا لهم على ورق ووقعوا عليه لأجل أن يدفن هنا في السعودية أنه سكتة قلبية، صدمة بالمصطلح، صدمة صدرية، أزمة صدرية، فلما أتوا وشاهدوا الجثة على بناء على كلام أنه هناك ضربة تحت بالصدر تحت القلب وأن ظهره كله أحمر، قالوا من هذه، من أين أتت هذه الضربة، من أين أتى هذا الدم اللون الأحمر في الظهر، فقالوا أن اللون الأحمر في الظهر طبيعي يأتي من الثلاجة، عمل له لم يمت له لي 24 ساعة، أما الضربة التي في الصدر فقالوا ليست ضربة إنما هي طبيعية تأتي في الجلد. طيب فرفض أخوه أن يوقع على استلام الجثة أو حتى أن يدفن ما لم تأتيه وكالة من اليمن تنص على أن يتنازلوا عن كل شيء، وهذا ما رفض بزوجاتي وأمي في اليمن. طب هل تحريتم معلومات عن ما احتمال أن يكون فعلا قد تعرض للتعذيب نتيجة هذه الملابسات التي ذكرتها؟ أنا ننتظر، أنا كلمت الآن وأنا أنتظر وكالة تأتيني من اليمن بإذن الله، حتى أنه كل وسيلة نتواصل معهم بإدارة السجن أو حتى مع وزارة الداخلية أنه أنا نطلب من مشاهدة الجثة أو ترحيلها لليمن ليكشف عليها من قبل مستشفيات محايدة في اليمن. طب الآن بالنسبة للدكتور محمد عبد الكريم، هل تم زيارته أو مثلا التأكد من السلطات السعودية عن أسباب استمرار احتجازه؟ لا، أما قضية الدكتور محمد عبد الله عبد الكريم اعتقل كما تعرف ويعرف الأخوة المستمعين والمشاهدين، اعتقل في 5/12/2010 يوافق يوم الأحد من قبل المباحث العامة بدون أمر قضائي وبدون حتى توجيه تهمة أو سبب مباشر للاعتقال، وأنكر اعتقال وهو مشلول من بيته، قبض عليه من بيته، وأنكر أنه داخل السجون أو حتى وجود لديه، حتى أمضى فترة 5 أيام ثم سمح له بأهله بزيارة، فقط لأهله، لم يسمح لموكليه، أما لأهله، زاروا أهله في البيت في السجن طبعا، وكان يخضع داخل، ليس في عنبر، لا، أنه في ضيافة في البيت، إحنا نسميها بيت داخل السجن، وطمن زوجته وطمن أخوته أنه في الحمد لله الحمد لله لم يعاني ولم يجد تعذيب ولم يجد إلا معاملة جيدة هكذا، ولكن لم يوجه له تهمة معينة ولم يطلب منه حتى الآن شيء يوقع عليه أو يعرف لماذا اعتقل حتى الآن هكذا بعد الزيارة. طيب يعني هو سياق الاعتقال جاء بعد مقال تناول فيه بالنقد بعض الامتيازات للمسؤولين حتى أو الأمراء السعوديين، هل تم توجيه الربط مباشر بين ذلك المقال وبين اعتقاله من قبل السلطات؟ طبعا صحيح أن هناك تكهنات، لأنه قبض عليه بعد أسبوع، بعد 9 أيام 8 أيام بالتمام من مقال له اسمه أزمة الصراع السياسي بين الأجنحة. فالتخمينات التي تتداول في المنتديات النت أو على صفحة الفيسبوك أنه اعتقل بسبب هذا المقال، ولكن لا نعلم، هل ليست هذه تهمة، إنما هذا تخمين من المجتمع، ولكن لو حتى اعتقل هذه من حرية الرأي التي وقعت عليها السعودية والأنظمة والقوانين والنظام الإجراءات يسمح في ذلك حتى لو اعتقل، لكن لا نستطيع أن نجزم أن هذه التهمة، هذه مجرد تخمين. هل تواصلتم مع ذويه من أجل معرفة آخر الأخبار عنه ومتى سيتم الإفراج عنه أو عرضه على محاكمة؟ نعم، أنا باتصال مستمر مع زوجته طبعا، أقرب الناس زوجته ومع موكليه والدكتور محمد القحطاني وكذلك الدكتور مبارك الزعير وعبد العزيز الوهيبي وليد أبو الخير، هم موكليه وهم اللي يعتبرون محامين عنه، هم بإذن الله اليوم الخميس سيجتمعون لتقديم وجهة تقديم خطاب أو شيء يوم السبت بإذن الله، اليوم أما يحول لمحاكمة أو يحقق معه من جهة مسؤولة هي تحت التحقيق لجهة التحقيق والادعاء العام، ليست المباحث جهة تحقيق، إنما المباحث جهة قبض،
هكذا الآن المعلومة المتوفرة حتى الآن، لعله بكرة أو غدا أو بعد غد يظهر شيء جديد. طب بالنسبة للطالب ثامر خضر، حقيقة المعلومات كما هو المصدر في مثل هذه الحالات، المصدر عند عدم وجود معلومات كثيرة هو الإنترنت وبعض المعلومات المتداولة هنا وهناك، تربط بين اعتقاله وبين أفكار والده وأرائه السياسية، هل هذا صحيح؟ جميل كلام. السجين ثامر عبد الكريم الخضر هو ابن للدكتور عبد الكريم يوسف الخضر، عضو الجمعية السياسية والمدنية في السعودية التي لم ترخص من قبل الداخلية حتى لا من قبل الدولة، هي جمعية أهلية التي ننتمي لها سوا. اعتقل في 3/3/2010 من بعد قبل 9 شهور، وحتى هذا اليوم لم يتوجه له تهمة ولم يعرض على محاكم، وهذا مخالف للأنظمة نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن السجن لا يتجاوز 6 شهور فقط، وهذا بعد طلب من وزير الداخلية. هذه قضيته، لكن لا نجزم أنه سبب أن أراء أبي، نعم أبي الدكتور عبد الكريم من ضمن أعضاء الجمعية وله مبادرات جيدة وله كتابات جيدة، ولكن حتى ممكن لو كان في مباحث أنه توجه له تهمة حتى تبعد هذا الشك، لكن هذا الشك قد يكون موجود واحتمال، لأن حتى الآن 9 شهور لم توجه له تهمة. نعم. ولكن هو ثامر الشاب ثامر هو أيضا ناشط حقوقي في السعودية، فهل كان هناك شيء أدى إلى اعتقاله سبب مباشر يعني؟ نعم صحيح، ثامر من الشباب الذي لهم وقعوا على عرائض دستورية وله مبادرات وكتب قصائد في سجن الدكتور عبد الله الحامد وفي سجن الدكتور متروك الفالح، له تواجد في الساحة نعم، ولكن لا نعلم له سبب حقيقي حتى طريقة القبض عليه، طريقة أنه خرج من مكان استراحة كان مجتمعين الأهل وخرج وقبض عليه في طريق عام، لم حتى يراعى طفولته أو سن أهله أو حتى الظرف أو الزمن المعين اللي قبض عليه، فحتى الآن لا نستطيع أبدا من السجون عندنا، لا نستطيع أن نتنبأ أو نتخذ تهمة مباشرة، لا تستطيع، كل الموجود هو أن نتكهن تكهنات لماذا، لكن لا نجزم في تهمة معينة. عضو جمعية حقوق الإنسان السياسية والمدنية في السعودية محمد صالح البجادي، كنت معنا من القصيم، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، حيث سلمت السلطات البلغارية يوسف كايد، سلمته إلى نظيرتها في لبنان في 27 نوفمبر/20 من هذا العام، وحسب بيان لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان فإن هناك مخاوف من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات اللبنانية. وذكر البيان أن كايد والذي يبلغ من العمر 39 عاما قد تعرض للملاحقة والاضطهاد في بلده، وقرر مغادرة لبنان متوجها إلى أوروبا للحصول على صفة لاجئ في بلغاريا. للتعليق على هذا الموضوع معنا من أوسلو هدى كايد، شقيقة المعتقل يوسف كايد. سيدة هدى، في البداية هل هناك يعني تمكنتم من معرفة أسباب تسليمه من قبل بلغاريا إلى لبنان؟ مرحبا، للأسف لسه ما عرفنا أي شيء ليش بلغاريا عملت هيك، لأنه الكرامة تابعت الموضوع كمان ما عرفت ليش هني سلموه، لأنه إذا حكينا بحقوق الإنسان مش لازم إنه يسلم للبنان لما تكون الدولة عارفة إنه هو رح يتعرض لك. طيب يعني هناك اتفاقات ومعاهدات دولية وأوروبية، من المفترض أن تكون بلغاريا هي التي هي عضو أيضا أصبحت في الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تكون موقعة وموافقة عليها، فما هو موقف القضاء البلغاري هنا من هذه القضية؟ لسه ما عرفنا أي شيء، المحامية تبعيته ببلغاريا عم بتتابع الموضوع وما إجانا أي خبر، ما في أي تعليق من الحكومة البلغارية لسه. فاللي إحنا عملنا إحنا رفعنا هلأ قضية على بلغاريا لأنه هذا انتهاك لحقوق الإنسان. طيب قلتم بأن هناك مخاوف، أو منظمة الكرامة عفوا قالت بأن هناك مخاوف على تعرضه للتعذيب في لبنان، هل هناك معلومات عن ظروف اعتقاله الآن وهل تعرض للتعذيب أم لا؟ من وقت ما نزل على لبنان ب 27 الشهر لغاية هلأ لسه حتى المحامي ما قدر يعمل أي اتصال معاه. المحامي؟ أيوة، فما في لا محامي قدر يعمل شيء معه أو يحكي معه، أو لأنه إحنا وكلنا محامي. طيب هل تمكن أحد من عائلتك يزورهم؟ لا، أو يلتقي به؟ نعم للأسف لسه ما حدا قدر يعمل إشي، ناطرين لنسمع أي خبر. عرفنا إنه هو بالأمن المعلومات أخذينه وإنه هلأ مترحل على السجن الرومي، هذا الأخبار أخذت في مبارح اللي وصلتنا.
طيب هل تمكنتم من الاتصال فيه إذا لم يسمح لكم أو لم يتمكن لا. حتى المحامي من زيارته الاتصال؟ لا المحامي ولا إحنا ولا هو حتى تلفون. هذا المفروض إنه يصير يعني الإنسان لازم يبلغ أهله وين هو موجود عشان نقدر نتصرف. طب المحامي الذي توكل عنه في لبنان هل لديه معلومات أنه متى سيحاكم متى سيعرض على قاضي؟ لسه ما انعرض لغاية هلا. المفروض انه هذا الاسبوع زي ما زي المحامي ما قال وبده يزوره، فهلا قبلوا انه المحامي يروح عشان يعمل توكيل له عشان يمضي الوراق، فهذا الشيء اللي المحامي اخر شيء يعمله، لكن لسه ما قعد معه ومضى التوكيل. طيب وبالنسبه لبلغاريا هل من الممكن ان يتم يعني من خلال الذين المحامية التي وكلتموها في بلغاريا ان يتم إعادة تسفيره إلى بلغاريا لإتمام إجراءات اللجوء الذي طلبه هناك؟ يعني إحنا نتأمل هذا الشيء رغم أنه بلغاريا ما كان هو الخيار، أنه هو كان طالع أوروبا مش طالع على بلغاريا زي الشباب الكتار يعني طالعين عشان ملاحقين، فبيطلعوا أوروبا عشان العدالة وعشان حقوق الإنسان الموجودة هناك. بس هو انمسك ببلغاريا واضطر يطلب لجوء ببلغاريا، فهي كانت يعني عملية اضطرارية أنه يطلب لجوء ببلغاريا. طب هذه المعلومات هل قيلت للمحامي أيضا في بلغاريا؟ أيوة قيلت للمحامي وقيلت حتى الكرامة، وحطينا كمان يعني قلنا ممكن يكون المحامية هناك ما عم تعمل شغل منيح، فحطينا محامي ثاني عبر الأمنستي نفس الشيء. طيب وهل هناك أيضا تنسيق بين المعلومات التي تحصل عليها أو يحصل عليها المحامي في لبنان وإيصالها إلى المحامية في بلغاريا؟ أنا بعمل هذا التنسيق لأنه بعمل اتصالات مع بلغاريا ومع لبنان وكمان مع الكرامة في جنان. طيب هدى كايد ما الذي تتوقعينه؟ والله يعني تعرف وضع أخوي كأختي أنا يعني وضعه كثير صعب. هو أولا مطلوب للدولة اللبنانية بشغلات هو ما له علاقة فيها أبدا، زي أي شاب فلسطيني عايش بلبنان مضطهدين وطلع ليلاقي فرصة تانية برا، يعني صار عمره 39 سنة وحياته كلها عذاب يعني وهروب واضطر يتخبى بمخيم عين الحلوة أكثر من 6 سنين. واللي صار آخر فترة إنه حتى الفصائل الفلسطينية اللي بالمخيم إن كانوا بدهم يسلموا للدولة عشان يقبضوا عليه فلوس، فحتى يعني الواحد من اللي له ما في عدد. طب هذه المعلومات ربما تحتاج للتأكد والتحقق. على كل حال هدى كايد شقيقة المعتقل يوسف كايد لدى السجون اللبنانية كنت معنا من أوسلو، شكرا جزيلا لك. إلى المغرب أعزائي المشاهدين، حيث توجه وفد من المحامين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان الأوروبية للمرة الثالثة إلى مدينة فاس المغربية لحضور محاكمة المعتقلين السياسيين 7 لجماعة العدل والإحسان الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الأمن المغربية منذ شهر آب أغسطس الماضي. وتهدف البعثة إلى مراقبة المحاكمة في عين المكان وإطلاع الرأي العام الدولي على مجرياتها واحترام المغرب لمختلف الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقع عليها المغرب. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بمهدي عباس عضو البعثة الأوروبية والمحامي أيضا وهو معنا من بروكسل. سيد مهدي، أنت يعني هذه البعثة التي ذهبت كان الهدف منها هو مراقبة المحاكمة وإطلاع الرأي العام الدولي على مجرياتها، فما هي النتيجة التي خرجتم بها؟ البعثة اتجهت للمغرب ليس للمراقبة بس بل المشاركة للدفاع عن 7 المعتقلين الذي قام اعتقالهم من شهر 6 الماضي، وهذا على أساس أنهم كانوا تعرضوا لعدة تعذيبات وخاصة تعذيبات شديدة وأقصى التعذيبات وهو الاغتصاب من طرف الشرطة القضائية المغربية. هذه المعلومات كيف تأكدتم منها؟ هذه المعلومات تأكدنا منها من طرف أولا الأشخاص المعتقلين 7، وثانيا فما هناك قرارات طبية تشهد على ذلك.
طيب والجهات الرسمية المغربية هل أيضا تأكدتم من هل مثلا هذه المعلومات عرضتموها عليهم؟ فماذا قالوا؟ حاليا هو الإنكار من رغم وجود الوثائق التي تعلن على ذلك. طيب ربما يكون يعني تكون هذه الحالة شبه نادرة في دولنا العربية أن تسمح الدولة ببعثات أوروبية لمراقبة مجريات محاكماتها، فألا يعبر ذلك مبدئيا على احترام المغرب للاتفاقات والمواثيق الدولية؟ الاحترام هو على عدم التعرض على التعذيب، هذا هو الاحترام لحقوق الإنسان. حضور محامين وحضور جمعيات دفاع حقوق الإنسان ما هو كافي، لابد من الاحترام مسبقا على حقوق الإنسان وحقوق البشرية اللي هي أصول أي مجتمع وأي دولة في العالم، لابد منها احترام هذه المبادئ الأولية. حضور محامين بعد ما تعرضوا الأشخاص هؤلاء للتعذيب الشديد هذا ما يكفي، بل لابد أن دولنا العربية والمسلمة تؤكد أي شخص يوم اعتقاله بأي تهمة أن لا يتعرض لأي تعذيب أو لأي ضرب من طرف ضباط الشرطة. هذا هو الأساس، هذا هو اللازم، وليس حضور محامين ولا أي منظمات دفاع حقوق الإنسان بعد ذلك. طب هل يعني حسب الهدف من هذه البعثة من خلال المعلومات المتوفرة أن هدفها هو مراقبة المحكمة من حيث الشكل يعني والتأكد من أنه لم يحدث هناك انتهاكات لحقوق المعتقلين، ولكن ألم يسمح لكم بالاطلاع على مداولات هذه المحكمة والمعلومات المتوفرة من الأدلة التي تمتلكها السلطات المغربية لتوجيه التهم لهم؟ الأدلة غير موجودة، ليس هناك أي دليل، لأنه الأدلة بل في شبه في الدلائل الموجودة، وخاصة أن ليس هناك أي دليل، والشيء الموجود في الملف يعني في تناقض كبير في الملف. مثل ماذا؟ مثل ماذا هذا التناقض؟ التناقض على أساس أنه معناها الشخص الذي يوجه التهمة لا في شخص واحد، لا في شاهد عيان بيقول أن هذا الشخص تعرض بالفعل لتعذيب أو لضرب من طرف هؤلاء، وكم من شخص شافوا في الأيامات اللي جارت بعد اليوم الذي يقول فيه أنه تعرض للضرب من هؤلاء السبعة المعتقلين، وليس هناك أي شخص يثبت أنه كان بالفعل معناها تعدى لضرب من طرفهم. وكذلك التناقض في كلامه بين الكلام اللي بيقوله أمام الصحف المغربية والكلام اللي بيقوله كذلك في الملف، وهناك كذلك معناها أسلوب هؤلاء الأشخاص دكاترة وأساتذة جامعيين وليس لهم أي علاقة بأي إجرام أو سوابق عدلية، فكيف هؤلاء الأشخاص يتمردون في جريمة تسمى بضرب بعزو من طيب جماعة العدل والإحسان؟ هل يمكن يحصل سابقا؟ هل يمكن لهذه البعثة أن يكون لها أي تأثير على مجريات تلك القضية لجهة التقارير التي سوف تعدونها عن زيارتكم؟ احنا نتمنى بصراحة ان المحكمة المغربية تنشر حكم بيكون حكم متعادل وحكم الذي يطبق حقوق الإنسان والذي يطبق إمكانية هؤلاء الدفاع على نفسهم في إمكانيات عادية ومتوفرة، وأن هؤلاء يصدر براءتهم، وخاصة وهذه هي مهمتنا الإعلان بالتعذيب اللي تحصلوا عليه، وأن إمكانية المحامين اللي نازلين في هذا الملف سواء من بلجيكا سواء من ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا أو هولندا لدفع شكايات أمام المحاكم بلادهم وكذلك أمام جنيف كذلك فيما يخص لجنة التعذيب كذلك.
ما أهمية هذه البعثة من جهة الشخصيات الأوروبية التي شاركت بها؟ الأهمية، المرة السابقة كنا 14 محامي في الكل، والمرة هذه كذلك بنروح كم محامي كذلك، بالطبع في عدة جلسات، وفي كل جلسة بيحضروا 4-5 محامين، وعنا كذلك حاليا تقريبا 20 محامي الذي يساهم هذه البعثة. المحامي مهدي عباس، عضو البعثة الأوروبية التي زارت المغرب، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن أعزائي المشاهدين، حيث اعتصم أهالي المعتقلين على خلفية أحداث صعدة، اعتصموا أمام بوابة رئيس جهاز الأمن السياسي الأربعاء الماضي احتجاجا على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون. وقد حضر الاعتصام وفود عن منظمات سياسية وحقوقية ونقابيون، قاموا بتسليم رسالة أهالي المعتقلين إلى مدير مكتب رئيس جهاز الأمن السياسي في انتظار رد. للتعليق على هذا الموضوع أرحب بعلي الديلمي، رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، وهو معنا عبر الهاتف من صنعاء. سيد ديلمي، هذا الاحتجاج كان على الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون على خلفية أحداث صعدة، هل لك أن تضعنا بصورة مظاهر وأشكال تلك الممارسات؟ في الحقيقة هذا الموضوع يعني قد طال أمده، حيث أن هذه القضية لها ما يقرب من 5 سنوات، وكان هناك حراك خاص بأهالي المعتقلين، ولهم أكثر من 70 اعتصام مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم، كونها أبنائهم تم اعتقالهم تحت ذريعة أنه الاشتباه أو تحت ذريعة أنه حمايتهم، وبالتالي ظلوا يراجعون الأجهزة القضائية ويراجعون الجهة أو السلطة التنفيذية، حتى حصلوا على 10 من القرارات بالإفراج عن أبنائهم. ومع مرور هذه السنوات الطويلة للأسف الشديد لم يتم الإفراج عن أبنائهم، وبدلا من أن يفرحوا بالإفراج عن أبنائهم فهم دخلوا في معاناة يعني أشد وطأة من البدايات، بداية الاعتقال. هم هذه الأيام يعانون المعتقلون معاناة غير إنسانية. ما الذي هل لك أن تشرح لنا أبعاد هذه المعاناة؟ على سبيل المثال يمنعون من العلاج، وخاصة أن هناك مرضى مثل علي السكاف مريض بالكبد الوبائي ولديه تجارب طبية، يمنعون من يحبسون في حبس انفرادي، يتعرضون للضرب، يتعرضون للألفاظ التي فيها عنصرية وفيها يعني طائفية، يواجهون مشاكل كثيرة جدا، سواء من خلال الحبس الانفرادي، سواء من الضرب والاعتداء، سواء من المعاملة حتى لأقاربهم عندما يأتوا لزيارتهم، يواجهون أنفسهم أقاربهم معاناة شديدة من خلال المعاملة السيئة والانتظار لساعات والكلام المؤذي وغير ذلك. أيضا للأسف الشديد يتم استخدام معتقلين آخرين في السجن الأمن السياسي، بحيث يتم يعني عمل احتكاك مع بعضهم البعض، وهم يظلوا يتفرجوا ويمتوا، ويمكن أن يمتوا بعضهم بأدوات حادة أو بأدوات يعني مؤذية من أجل أن يشتبكوا مع بعضهم البعض، وهم بذلك يعتبروا أنفسهم يعني أذكياء. هذه الحالة يعني هي التي جعلتنا نتحرك في فترة الماضية، وبدأنا أن نطالب بمطالبنا الطبيعية، وهي إطلاق سراحهم حسب توجيهات القضاء النائب العام، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، حسب توجيهات رئيس الوزراء، حسب توجيهات رئيس البرلمان. نطالبهم الآن بنقلهم إلى سجن طبيعي وسجن اعتيادي، وهو السجن المركزي، حتى يتم تنفيذ التوجيهات وحتى يتم الالتزام بالدستور والقانون. طيب، هذه المطالبات والرسالة التي توجه بها أيضا أهالي المعتقلين إلى رئيس جهاز الأمن السياسي الأربعاء الماضي، هل وصلكم أي رد؟ أعطينا وعدا الاثنين القادم، الأحد القادم عفوا، وفي الأحد القادم يعني هناك من أعضاء البرلمان وهناك نشطاء حقوق الإنسان وهناك من أهالي المعتقلين قرروا الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الذين هم أيضا مضربين عن الطعام، ولا نعرف حالتهم الصحية، ولهم أكثر من
20 يوما لا نعرف ما هي أحوالهم بالضبط داخل السجن، وبالتالي فقد أعطونا وعدا أن نأتي يوم الأحد لأخذ الرد، وسوف نذهب يوم الأحد بمجموعنا، وهناك أعداد كثيرة متحمسة للحضور معنا، وإذا لم يكن هناك رد سنعتصم وسنضرب عن الطعام بجوار مكتب رئيس الجهاز الأمن السياسي. رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي، كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. إلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى الفقرة الختامية في حقوق الناس لهذا الأسبوع، وهي التعريف بسجين سياسي. ونعرف هذا الأسبوع بالأسير الفلسطيني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي عايد دودين. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.